تستعد أبل لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على أجهزتها آيفون وآيباد في الاتحاد الأوروبي السنة الجاي بهدف الامتثال لقانون أوروبي جديد للمنافسة وفقاً لبلومبرغ، حيث رح يسمح القانون للعملاء تثبيت برامج على أجهزة آيفون وآيباد دون استخدام متجر أب ستور، ورح يتمكن العملاء من استخدام متاجر تطبيقات منافسة لأبل مثل مايكروسوفت وميتا وأمازون اللي بتستفيد من أبل لرفع مبيعاتها عبر متاجر التطبيقات الخاصة فيها، ورح يسمح برضو لشركات جديدة إنه تدخل للساحة وتغري مطوري التطبيقات لعرض تطبيقاتهم عبرها، وهو أمر رح يهدد عمل أبل بكل تأكيد ويأثر على عائداتها. فهل أنت من مستخدمي أبل؟ وهل رح تستخدم تطبيقات بديلة إذا توفرت؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.